هلا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم بفلوق جديد من اول يوم بايام العيد. اليوم يا شباب الفلوق راح يكون اسطوري. انا حاليا بمكان الشمال فينو طبيعي بنابلس العامريه، طلعوا الشور فيلات معلم. هاي طبعا السياره تبعتي غاد صافي، جاينا اصحابي نتصور صور اسطوريه، انا راح احطها بنهايه الفلوق صور اجواء اسطوريه معلم. اليوم يا شباب راح نلعب خرز، راح اشتري باروده حديد من جوا، راح نعمل حرب خرز. هذا الاحتمال الفلوق يعمله على يومين او على ثلاثه على حسب ما بيكون الفلوق اسطوري. فحاليا راح اورجيكم مين في معي بالسياره، راح نعمل لكم فلوق اسطوري. فليتس جو معلم، خلينا نروح عند الشباب بالسياره. طبعا يا شباب حاليا جيت عند السياره، اللي معاي طالب الشعبي ايوه هون، اللي معروف بفلوق 600,000 مشاهده ابراهيم الظاهر، مشهور معروف. وعندكم هون اللي قاعد قدام هذا كريم العربوسي، ابو فاروق. فاحنا حاليا بالسياره بنروح نتحرك، بحط لكم لقطات، نازلين على الحاره مع البواريد. اعطيني البارود اللي معك. والله معنا باروده، هاي مبدئيا بدايه الفلوق معلم. طلع القشط تبعتها عليها من ورا صوره، فهاي باروده بدايه معلم. لما بتشوف الباروده الحديد اشي صح، روحت ابطلال طالع. يا شباب بعد ما شفتوا فيديو السيارة وصلنا على الحارة، اجتئينا هون مع الجبريني يوسف ميشو. جبريني سلخهم واحدة مد لبني. صب شاي. هاي حاليا كمان بارودة اي كي ام، لسه في توصلني بكرة بارودة، وراح نعمل بكرة حرب. راح كل اشي اصور لكم يا اول بوار، راح اجمع فلوق العيد كامل بفيديو واحد. الله يكرم، ايش اسطوري جبريني. سلم نفسك، انت مهاصة. بس دخلكم يا حب براسه. وهذا عند السيارة هون في اشتباكات طاحنة على الطابق الثاني، يعني حرب طاحنة. انس الموضوع مخربش على الاخير، مد لبني. نور جبريني، انور يا غالي، والله انك حقيقي. ارمي مد لبني، صب شاي. طيب متوزعين على الطاولات ما شاء الله الشباب. المهم الجبارين لديكم المزع شاورما. شاورما روح طالعة مد تورما مد لبن. ميشو لديكم، لا خوف عليكم. هاي اكل عيونكم. اضرب عم ميشو وانزع وطلع اسمه كيف ميشو. احنا يا شباب حاليا بالكونتر نولع، شوف النتيجة. التيربو الاول 25 اكتر واحد على السيرفر، 14-2 لنا. وهي الميشو السند هون هيك 15. روح طالع يا معلم. هاي بقية الشباب بتلعب عمالها. يمه مين هاي؟ يلا روح زودي زود، انا نشوف مين بياخذها. روح زودي احترف، زودي احترف مثل ما رحت جيتي. يلا زودي، يلا يلا زودي. بابا بابا وراك، حط على تيتي يا عيني تيتي مثل ما رحت جيتي. يا ابن مسرح الساحه نكمل الجوله هون. اسرع يا دمه دمه مية لسه مثل لبني يلا يطلع. يلا روح زودي، خلص يلا بطلعك واحده ميكس. هلا اخذوها والله شباب الباقيه هون. طبعا يا شباب هلا حاليا خلصنا كانتر، ورجيناكم اجواء الكانتر كيف بتكون بالنسبه لنا. احنا حاليا نطلع درج تعبانين مية تعب. هلا هيك ان شاء الله بنكون هذا اليوم الجزء الاول خلصناه. بكره الجزء الثاني راح يكون خرز، ومش خرز بواريد، راح نصور لكم يا بكره ان شاء الله. راح ننزل بنفس الفلوق، ولكن راح اقطع وبكره اكمل التصوير. فحاليا تصبحوا على خير والتكمله في نفس الفيديو. هلو هلو. طبعا يا شباب اليوم الثاني النا بالعيد، وهذا الفيديو راح تشوفوه اليوم الثاني او الثالث. حاليا بتبقى شايفين برضه بارود غيره، باروده شكل ثاني معها قشط ومش قشط. انا اللي راح توصلني اليوم زي هاي تماما، يعني لسه من قلبها حديد واشرس من هاي. فاليوم ان شاء الله راح اروح انزل عند دار اختي بنت الكريم، راح اصور لكم هيك المقتطفات من الطريق. واول ما ارجع راح تكون بارودتي جاهزه، راح نعبيها خرز ونبلش رشي على الاصحاب. فكونوا مستعدين على اتم الاستعداد. ليتس جو معلم طالعه. طبعا يا شباب اليوم الثالث بالعيد، اخر يوم موجود بهذا الفلوق.
راح ينزل الفلوق بنفس اليوم، يعني اليوم بتشوفوا انت الفلوق. تمام اليوم يا شباب. اليوم طبعا يا شباب اليوم الثالث. امبارح روحت بنت الكريم بالسياره، جيت على الحاره لعبنا كانتر، بس هي اللي عندنا خلاص. هاي اوم بديش اصور لكم كانتر اكثر من مره، بلاش تصيروا تفكروا تزهقوا كانتر كل الفلوق كانتر. اليوم الثالث البارود اللي قلت لكم عليها وصلتني معلم. وينها؟ الله اكبر. هاي البارودة يا شباب عليها رقم 16، هون الشهيد محمد العنبوسي. ولما تلف البارودة خلينا اشرح لكم اياها نوريكم. هون الشهيد ابراهيم النابلسي، عليها هون كبسة امان بتخليها اطلاق نار وبتخليها لا، هلا هي مقفلة. وعليها هون ناظور بدوي لكم ميلون بنفسجي، وانتم ما شايفين عليها هاي الاشياء هيك. فهاي البارودة معلم صارت الاسطورية بالنسبة لي، بخليها دائما هيك عشان الفها. فاليوم ان شاء الله اذا لعبنا حرب راح اصور لكم، واذا ما لعبناش راح نصور لكم انا بصيد اكمل من شغل على الخفيف، وجوز نطلع على السمنابلس برضه بنصور لكم. جوز مش اكيد. فليتس جو معلم. اشتباك مسلح يا شباب طالب. على الان مع اخوه كريم راح غرزات، وهي ابراهيم هون مولع. هي حرب خرز يا شباب. روح طالع، روح ابراهيم طالع، اضرب ابو الشعبي. شوتجن شوتجن معاه. يا ساتر معركة خطبه. يلا ابراهيم يلا. والله بدهم يعورونا شكلهم هذول. طالب بس هذا بس هجوم مباشر. طالب الشوتجن بس هجمه مباشره معلم. ابراهيم ناصب له. هي طالب هون. الله اكبر الله اكبر. طالب دفع خرز. ابراهيم هجم هجم هجم، دفع خرز لانه اركض اركض. هي اول حرب خرز بنعملها بالعيد. روح طالع. هي الحرب الثانيه يا شباب. زعب فطاير. ثلاثة محاصرين وما بتخ على الشباب هيك من هون. اسمع افتح الباب. طلع العمود. فوت فوت فوت. البارود ال 16 الشريفة. شو هو ال 16؟ احنا حاصرينهم تحت. ايوه فطاير شلون نصبر؟ طبعا كنا نقتحموا لهم. بنكون انتصرنا عليهم بالحرب. هيك صرت مصور لكم حربين، حرب كريم وطالب وحرب انا والشباب. في حال ضفرناهم بنصور لكم. ليتس جو. طلعنا يا شباب هلا انا وبارودة 16 على الطابق الخامس لننزل لهم بنزول لنقلبها دندره هلا. تسلحوا يا شباب. هنا على الثاني كله. ميشو جاهز؟ جاهز. حمس لي الشباب ميشو. هي فتحنا تخدير القناص. بدنا ننزل لهم بنزول نخزيهم. يلا يا شباب. في واحد من تحت طبعا. تسليم اوعك تخطر بفوت بخزة. اوعك تخطر بلاش فوت. سكر 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 يا طلع طلع. بسرعة بسرعة اضرب اضرب اضرب. صور ارجع. ايوه هرب وعش. السلام اللي ضل هون ولا هي وين يا يوسف؟ روح اخطا والله. ما كيف تلعب والله. طب هكذا يا شباب بنكون انتصرنا. الله اكبر روح جاهز. هيك بنكون يا شباب انتصرنا بالحربين. عملنا حربين هيك الخرس خلصنا. اشتباكات طاحنة. بنصور لكم هلا اذا طلعنا اماكن ومش اماكن، واذا ما صورناش بنعمل لكم النهاية. فليتس جو معلم. البارود الشريف رقم 16. الله اكبر. روح طاحنة الله يبارك. طالع لورا طبعا. انا سكانتا بطل ضميروه. هيك يا شباب بنكون وصلنا نهايه الفلوق اليوم. ان شاء الله رب يكون عجبكم. صورت لكم الثلاث ايام عيتي صاروا معي هذا الفلوق. حبيت ادمج الثلاث ايام. شفتوني بتبلت لبس مختلفين. حاليا اخر شيء طلبنا معلم فشافيش ومش فشافيش وكريب ونوتيلا. راح نضربهم هلا. طلعوا يا شباب لورا. ابراهيم عميره. هاي الشباب هون نسلخ حاليا كريب
وبعد الكريب بحب اقول لكم كل عام وانتم بخير بنهايه الفيديو، ان شاء الله نراكم في العيد الكبير بفلوك ثاني وهالايام نعيد بفلوك. شوف خاطر لايكات لايكات سامعين لايكات. فننضرب حاليا كريب ونحكي لكم هلا، بترككم مع صور العيد الثلاث ايام وليتس جو.